يعني واحنا داخلين على مباراة مهمة جدا طبعا. الأول سريعا طبعا رؤيتك لمباراة القمة، مش عايزين ننساها، سريعا رؤيتك ليها والمكاسب كابتن أسامة اللي خدناها من الفوز بالغالية البطولة الأفريقية. ما فيش شك، واحدة من أهم البطولات في تاريخ النادي الأهلي، يعني كلنا كنا مستنيينها، جماهير، مجلس إدارة، إعلاميين هنا في القناة، المدربين، كل من يرتبط بالنادي الأهلي كان مستني البطولة ديت، لأنها غايبة عننا في آخر في 2017 2018 وصلنا نهائي، يعني صحيح. ما خدناهاش، كانت صحيح. آخر حاجة 2013، كانت مع الغريم التقليدي نادي الزمالك، ودي كانت صعوبتها، يعني لو كنا قابلنا الوداد أو الرجاء في النهائي كان الموضوع هيبقى أسهل. بطولة غالية جدا، بطولة تسعة اللي هي بعدتنا كتير عن أقرب منافسينا، يعني كان بيبقى في كلام شوية ان يقول لك انه والله احنا خدنا السوبر وخدنا مش عارف ايه وتقربوا مننا والكلام ده، فانت بعدت بمسافة كبيرة جدا، واعتقد حتى في الألفية الجاية هيبقى او المئوية الجاية هيبقى النادي الأهلي هو بطل القرن اللي بعد كده، يعني يا رب. ان شاء الله ان شاء الله، يعني يا رب. فبطوله غاليه ومهمه جدا. عايز نتكلم في احداث المباراه لا ولا خالص؟ لا يعني طبعا اهميه المباراه كان هناك الوصول كمان لبطوله كاس العالم للانديه، ويعني مكاسب كتيره جدا طبعا جداً. وصول لكاس العالم للانديه، انت جمعت بطوله الدوري العام اللي هي البطوله الكبيره في المحليه، ثم بطوله ابطال الدوري، بطوله كبيره افريقيا، يعني انت مسافه بينك وبين الاقرب منافسيك، فكمان هتوديك لكاس العالم، بقالنا فتره ما بنروحش، كل دي مكاسب تسويقيا، كمان بتاخد مكاسب ماديه منها، فانت يعني مستفيد استفاده كبيره جدا، وبطوله فعلا غاليه جدا علينا يعني.